كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظه الله لدى مغادرة سموه والوفد المرافق له من قاعدة الإسخير الجوية هذا اليوم بعد زيارة أخوية لمملكة البحرين. سموه كان قد بحث أمس مع أخي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما كان في الوداع سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين وسعادة السيد محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين ومحافظ المحافظة الجنوبية وعدد من ضباط سلاح الجو الملكي البحريني.